بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن الميوكاردايتس and بيريكاردايتس. ميوكاردايتس، تعريف الميوكاردايتس is inflammation of the myocardium، يعني هو التهاب للميوكارديوم. الالتهاب هذا حيكون برايمري، يعني ان الاميون سيستم او الانفكشوس اورجانيزمز حتهاجم الميوكارديوم وحتعمل فيه التهاب. هذا باش نميزوه عن الانفلاميشن اللي يصير في الميوكارديوم نتيجه اذر كوزز زي الميوكارديال انفاركشن. يعني لان في حالات الميوكارديال انفاركشن حيكون فيه انفلاماتوري سيلز انفلتريشن ان ذا ميوكارديوم، هذا يكون سكندري الى النكروسز. فهذا النوع هذا ما هوش مشمول تحت مصطلح الميوكاردايتس. مصطلح الميوكاردايتس يعني هو برايمري انفلاميشن اوف ذا ميوكارديوم، يعني ان الميوكارديوم هو المين تارجت اوف انفلاميشن. كلاسيفيكيشن اوف مايوكاردايتس تقسم على حسب الايتيولوجي الى ثلاث اقسام رئيسيه. عندنا الانفكتيف مايوكاردايتس، اميونولوجيكال مايوكاردايتس، اند مايوكاردايتس اوف انون اوريجين. النوع الاول الانفكتيف مايوكاردايتس اللي يكون سبب انفكشوس اورجانيزم. طبعا اي في انواع كثيره من الانفكشوس اورجانيزم، اهمها والموست امبورتنت هي الفايرال انفكشن، وبالذات الكوكساكي فيروس A and B يعتبر هو الموست كومن كوز اوف مايوكاردايتس. Other viral causes include ecoviruses, influenza virus and HIV virus. الأنواع الأخرى من الانفكشوس أورجانيزمز include chlamydial infection, rickettsial infection, bacterial infection, fungal infection, helminthic infection زي trichinosis and protozoal infection زي trypanosoma اللي هي السبب اللي أو المسبب لشاغس ديزيز، and toxoplasma اللي هي parasitic infection تنتقل عن طريق الكاتس. النوع الثاني من الميوكاردايتس هي الاميونولوجيكال ميوكاردايتس، وهذه بيكون سببها اللي هو اميون ميدييتد انفلاميشن. سببها ان الاميون سيستم اتاكس ذا مايوكارديوم بدون او في حاله او في عدم وجود انفكشوس اورجانيزم. ومن امثلتها اللي هي الكونكتيف تيشو ديزيزز اللي هي الاوتو اميون ديزيز زي الروماتويد ارثرايتس، لوبس اريثماتوزس، بولي ارثرايتس نودوزا، اند سكليروديرما. دراج هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز هي ممكن يصير نتيجه بعض التوكسيسيتي لبعض الادويه زي الميثايل دوبا والسلفونامايدز. بوست فايرال اميون رياكشن لما الاميون سيستم يعمل اتاك للميوكارديوم اللي بيحصل نتيجه او بوست فايرال انفكشن. ايضا بوست ستريبتوكوكال اميون رياكشن زي ما في حالات الريوماتيك فيفر لما يتعرض البيشنت للانفكشن بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، بعدها الاميون سيستم حيكون انتي بوديز اللي هي ويل اتاك ذا مايوكارديوم. ترانسبلانت ريجكشن هذا في حالة اللي هو زراعة القلب، فالبادي حيكون اميون ريسبونس اجينست ذس ترانسبلانتد هارت وبيهاجم الترانسبلانتد هارت وتظهر اللي هي الميوكاردايتس از ا مانيفيستيشن اوف ترانسبلانت ريجكشن. النوع الأخير من الميوكاردايتس هي ميوكاردايتس of unknown origin، يعني هي يسموها ايديوباثيك ميوكاردايتس، وهذه بتكون نتيجة الساركويدوسيز أو الجاينت سيل ميوكاردايتس. الساركويدوسيز هذا أوتو إميون ديزيز، السبب متاع ايديوباثيك غير معروف، لكن حيكون في ملتيبل سيستم انفولفمنت ومن ضمنها الهارت. الجاينت سيل ميوكاردايتس هذا نوع من الميوكاردايتس حنلقوا فيه جاينت سيل في داخل الميوكارديوم والسبب متاعها غير معروف. باثولوجي اوف مايوكاردايتس في حاله الفايرال مايوكاردايتس جروس اكزامينيشن الميوكارديوم از بيل اند فلابي. طبعا هذا نتيجه وجود الإديمة، حيكون لونه بيل اند فلابي يعني سوفت اند رخو. يكون معاه ممكن فوكال اور باتشي نيكروسيس لان بعض الميوكارديال سيلز ممكن يصير لها نيكروسيس نتيجه الانفلاميشن. ايضا ميورال ثرومباي ممكن تتكون على الوول اوف ذا فينتر
فنتركل لما يصير فيه دامج نتيجة الانفلاميشن دامج للميوكارديوم والإندوكارديوم فتتكون ميورال إثرومباي على الإندوكارديوم. بالميكروسكوبي في حالة الفيرال ميوكاردايتس حنشوف الإيديما والإنفلتريشن باي لينفوسايتس. إذن في الصورة هنا نشوفه في إيديما موجودة ما بين الميوكارديال سيلز وأيضا ديفيوز لينفوسيتك إنفلتريشنز، هذه كاركترستيك فيتشر للفيرال ميوكاردايتس. If the patient survives the acute phase of myocarditis, the lesions may resolve without significant sequelae or heal by progressive fibrosis. إذا بالنسبة للهيلينج على حسب درجة الانفلاميشن، إذا كان هو الانفلاميشن مايلد وبدون حصول نيكروسيس في الميوكارديال سيلز فهنا حيكون في complete recovery without fibrosis، حيكون في complete resolution للإنفلاميشن. بينما في حالة ما يكون في severe inflammation وassociated معه some necrosis للميوكارديال سيلز فهنا ممكن يصير في healing by fibrosis. النوع الثاني الجاينت سيل مايوكاردايتس، وهذا بنحسب الاسم متاعها هيكون في عندك جاينت سيلز متكونة. الجاينت سيل هذه نتيجة اللي هو الفيوجن اوف ماكروفيجز، اذا في ماكروفيج انفلاميشن والماكروفيجز تتحد مع بعض وتكون جاينت سيلز ويكون هذه المين ليجن اللي موجودة في المايوكارديوم. النوع هذا من المايوكاردايتس هيكون فيري اجريسيف فيري سيفير، حيكون الدمج اللي حيصير في الميوكارديوم very severe. clinical features of myocarditis، إذا الميوكارديتس عندها broad clinical spectrum، يعني إن في بعض الحالات حيكون المرض asymptomatic، مش حيكون في أي أعراض، مش حيشعر المريض بأي مشاكل وينتهي المرض، يعني إن الإميون سيستم يتغلب على الإنفكشن هذه أو إن الإميون mediated inflammation حينتهي بدون أي مشاكل وبدون أي complication. على الناحية الأخرى لما يكون فيه عندك severe inflammation هذا ممكن يسبب في heart failure or arrhythmia. طبعا الارثيميا تحصل نتيجة اللي هو الارتيشن للكوندكشن سيستم نتيجة الانفلاميشن اوف مايوكارديوم، فممكن المريض يتعرض لارثيميا وصدق وهذا ممكن يسبب في sudden death، او ممكن يكون نتيجة heart failure لان لما يكون في انفلاميشن في المايوكارديوم هذا يضعف قدرة الهارت على الكونتراكشن فهذا حيسبب في heart failure. ما بين الناحيتين هادو من الأعراض حيكون عندك أعراض أخرى نون سبيسيفيك اللي هي ممكن يكون في فاتيج وديزنيا وبالبيتيشنز شيس بين اند فيفر، فهذه كلها سبيكترم اللي ممكن تظهر على المريض. من ضمن الكومبليكيشنز اللي يتعرضوا لها المرضى اللي هو بروجريشن تو دايليتد كارديوميوباثي، فنلقونا بعض البيشنت اللي يكون عندهم ميوكارديتس ممكن في النهاية يتحول إلى دايليتد كارديوميوباثي، الهارت حيصير في دايليتيشن of all four chambers ويصبح فيه heart failure ولو ejection fraction وهذه بعدين يصير لها progression to death.